مراحل صناعة العود العراقي، ومن بعدها أكيد النعودة. يعني صناعة سمير، ابن الأسطى سمير رشيد صانع العود. يعني صانع عود أبوي يعني تقريبا من السبعين يصنع عود، وصنع الفنانين هو مثل كاظم الساهر، مولد محسن، هيثم يوسف، محمد عبده، رياض أحمد. يعني صنعنا عواده هواية هواية، وانا اخذت المهنه من والدي سمير. كان عمري حوالي 8 سنوات، حسيت اروح ويا ابوي للورشه. انا ابوه عايز يصنع عود، والعود انا حبيته. قلت يابا اريد اتعلم، عاد علمني الصناعه. بعدين صار عمري حوالي 14 سنه قمت اصنع عود، قمت اصنع. بعدين صنعت اول عود الاصاله، اصاله نصري. وعندي اخير عود هم صنعت الماجد، ماجد سرور صنعت عود، وصنعت واي واي من الملحنين. والحمد لله الحمد لله يخافون من برا، من دبي، السعوديه، الامارات، قطر. إيه. والعود العراقي يعني ارقص صناعه بالعالم هو العراقي. دائما يدوي احنا نشتغله. عود يعني صناعه مالته 30 يوم، واكو صناعه 40 يوم، واكو صناعه 60 يوم حسب الشغل ماله. يعني انا اكو ساده، واكو نقش. والله مره يعني تبدي من الشعب من الطاسه والراس والقالب، ونبدي نشرح الترايش ونشتغلها واحده واحده على القالب لما تكمل الطاسه. بعدين نبدي على الوجه، الوجه هذا هاي الوجه مرات نشتغله كام، مرات نشتغله سيدان. هذا الوجه نجي نقصه على الطاسه ونحفر طرر ثاني مرات نكمل الوجه ونكمل القيطان. بعدين نجي على الزند، بعدين نجي على العكس او بيت المفاتيح، بعدين نجي على الفنجر مالته والمضرب والغزاله، ونبدي نفنش به الكاره مالته والصبغ والمفاتيح والاوتار. الاوتار هاي نجيبها من برا، من المانيا. هاي تجي اوتار خاصه مال عود المانيه، واكو امريكيه. هذا مثل السيسم، السيسم عندنا شوي غالي. السيسم يطلع سعره حوالي 1500، مثل الجوز والليمون يطلع 800 تقريبا. والدي قال لي بابا قبل ما اعلمك صناعه لازم تتعلم عزف. وقال لي الصانع يعني لازم يكون يصير عازف حتى يعرف القياسات مال العود، يعرف الصوت، الدوسه، حتى سنة حتى يصير صانع مضبوط. وصا عندنا هواي صناع ما يعزفون. يعني اذا صار عندك مليم غلط العود ما يكون صحيح. هو يصير عود بس ما يصير صحيح. يعني خاصه هاي الطاسه، يعني الوجه اكون انا داخل الوجه بصوره. هاي هم 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 بيها قياسات. تصور هاي الغزاله، المضرب، يعني الفنجر، هذا كله قياسات. وهذا المفروض هذا يصير عدل، حتى شنو، حتى ليس بي جزه. المفاتيح يعني كل جزء بالعود بي ان شاء الله اسمه لازم تنضبط. العود عندي غذاء الروح، والعود انا حبيته كلش حلو. العود صديق وفي حلو على الموسيقى. وصراحه صار عندي موقف مره من الايام، انا برا بالخارج جالس عمليه لبتي، من سمع ابي صانع عود واعزف عود، بحيث خلوني جناح خاص. وحتى يعني صراحه فلوس العمليه نص القيمه اخذوا مني، قالوا يعني انت صانع عود. واحنا قالوا صراحه واحنا يعني بخاطر العود، ما انت صانع عود فنان احنا نداريك. وفعلا يعني صار العمليه نص القيمه اخذوا من عندي.
والحمد لله.